واش عجبك الجزء الأول من كتاب الملك؟ شنو تعلمتي من العهد القديم؟ كلمة عهد كتعني اتفاقية أو عقد، فقبل ما يعطي الله أصفر له جديد بوقت طويل قال: ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع عهدا جديدا. في العهد الأول ديال الله مع الشعب ديالو أعطاهم قوانين وشرائع كثيرة باش يبين لهم القداسة ديالو والخطايا ديالهم، حتى أعطاهم بزاف ديال الصور والنبوءات على المخلص اللي غيجي. في العهد القديم تنبؤوا الأنبياء باللي المسيا الملك غيجي، وأما العهد الجديد كنقراو فيه باللي المسيا الملك جاء. كيتضمن العهد الجديد الإنجيل، وكلمة إنجيل كتعني الخبر صار. كيبدأ الإنجيل بهذه الكلمات: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب. وهكذا الكتاب المقدس كيسجل السلسلة ديال النسب اللي كتبدأ من إبراهيم حتى ليسوع. وكان الله باغي يحفظ الوعد ديالو بمباركة الأمم من خلاله، وغادي يصفت المخلص من نسل ديال إبراهيم. وكيتضمن العهد الجديد 4 روايات ديال الأناجيل، ولكن علاش 4 ديال الروايات وماشي واحدة؟ في العهد القديم قال الله لموسى: على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. فباش الله يثبت القصة ديالو والرسالة ديالو، اختار ماشي غير 2 أو 3، ولكن اختار 4 الأشخاص باش يكتبوا 4 ديال التقارير مستقلة على حياة المسيح. أسماء ديالهم متى، مرقس، لوقا ويوحنا. ونقدروا نشبه المسألة بأربعة ديال الصحفيين كيغطيوا نفس الحادث، وكل واحد منهم كيعود نفس القصة ولكن من وجهة نظر مختلفة. كيتضمن العهد الجديد كله 27 كتاب، فسفر أعمال الرسول هو تكتب باش يقول لنا شنو كيوقع من بعد المسيح كمل كل خدمة دياله. الله وحال بولس وهو كان عدو سابق المسيحيين، ويعقوب ويهودا وهما الخوت ماشي شقاق ديال يسوع، بطرس ويوحنا وهما كيصيدوا الحوت باش يكتبوا البقية العهد الجديد. كل سفر كيكشف لينا بزاف ديال الحوايج على الملك والخطط ديالو لكل واحد كيحبو. ودابا نسمعوا البقية ديال القصة ديالو. وصل الوقت، من بعد الاستعدادات اللي خدات وقت طويل ديال آلاف السنين، وصل الوقت باش يجي المخلص المسيا الملك ديال العالم. ولكن شكون هو غادي يكون؟ وكيفاش غادي يجي؟ كان في أيام هيرودس ملك ديال اليهودية، ترسل جبرائيل ملاك الله للمدينة من الخليل سميتها الناصرة، لواحد العذراء مخطوبة لراجل من بيت داود سميتو يوسف، وسميت العذراء مريم. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ولا يكون لملكه نهاية. وقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولكن علاش قال جبرائيل بلي يسوع غادي يكون ولد الله؟ يقدر يفكر شي بعض أن هذا يعني أن الله تزوج ولد ولد، ولكن هذا ماشي هو المعنى المقصود. إذا كنت مولود في إفريقيا مثلا، يقدر شي ناس يقولوا لك أنت ولد إفريقيا، وش هاد شي يعني أن إفريقيا تزوجت ولدتك؟
لا، المعنى هو أنك جيتي من إفريقيا. نفس الحاجة على المسيا، فهو تعرف بود الله حين جاء من عند الله، جاء النسل آدم الخاطي، ولكن منشأش منه حيث هو كلمة الله روحه وولده. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي على الأرض، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. واش كتذكر الوعد اللي قطعوا الله في اليوم اللي فيه آدم كلام الشجرة المحرمة؟ الله أعلن باللي النسل ديال المرأة غادي يسحق راس اللفعة، وكان هاد النسل موعود به كاين في ذاك الوقت في الرحم ديال البنت العذراء. وغادي نشوفوا كيفاش أن النسل المرأة غادي يسحق راس الحية. كانت مريم مخطوبة ليوسف، وهو نجار كيعيش في واحد القرية سميتها الناصرة في شمال فلسطين. كان يوسف ومريم يهوديين من نسل ديال الملك داود ومن نسل إبراهيم. فلولا أن الرومان كانوا كيحكموا البلاد كون كان يوسف هو ولي العهد. كان العسكر ديال الرومان كيدوروا في الشوارع، وأي يهودي كيشدوا عليه بتهمة الخيانة كيتعاقب بالصلب حتى الموت، وهدوك اللي كيجمعوا الضريبة كيسرقوا الناس. فالحياة كانت صعيبة، ولكن يوسف كان متشوق حيث قريب كان غادي يتزوج مع مريم. كان كيخدم بزاف باش يوجد الدار اللي غادي يعيشوا فيه بجوج من بعد ما يتزوجوا. واحد النهار سمع واحد الخبر بحال الصاعقة باللي مريم هي حاملة. كيفاش كان الشعور ديال يوسف؟ كيبان بحال مريم ما كانتش وفية ليه. يوسف بقى حزين، ولكن باقي كان بغي يدير الصواب واللي هو صحيح، على هاتي قرر باش يفسخ الخطوبة بهدوء بلا ما يشوه السمعة ديالها. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف بن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فالحزن ديال يوسف ولا فرح؟ فهذا واحد شرف عظيم، مريم غادي تكون أم للمخلص الموعود به، وهو غادي يكون الوصي القانوني على هذا الولد. وهذا الشيء يعني بلي المسيح القدوس غادي يكون عنده أم بشرية، ولكن بلا أب بشري، وغادي تسمى الولد يسوع، المعنى ديالو الله يخلص، أو ببساطة المخلص. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. وكانت يد الله كتخدم في كل حاجة اللي كتوقع تما. قبل 700 سنة تنبأ النبي ميخا بلي المسيح الملك غادي تولد في بيت لحم، يعني المدينة القديمة ديال داود الملك. ولكن كانت واحد المشكلة، هي أن يوسف ومريم كانوا كيعيشوا في الناصرة اللي بعيدة 3 ديال الأيام على الشمال. إيوا كيفاش غادي يوقع باش يكمل داكشي اللي مكتوب في الأسفار المقدسة؟ فالله كان كيسيطر على كل شيء. ملي وصل الوقت ديال الولادة ديال مريم، صدر الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر واحد المرسوم باللي خاص كل الناس يتحصاو ديال الإمبراطورية، فكل الناس يمشيو لمسقط رأس ديال جدودهم باش يدفعوا الضرائب.
على هذا الشيء رحل يوسف ومريم اللي كانت قريبة باش تولد من ناصرة لبيت لحم. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المدود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. في بيت لحم اللي فيها الزحام السكان اللي جاوا عياو من السفر المدينة اللي معينا باش يعطيوا الضرائب، تولد نسل المرأة الموعود. وكيكتب الإنجيل هذه الحادثة بدقة، فولدت ابنها البكر. من جهة ديال مو كان المولود هو الولد البكر لمريم، أما من جهة باه كان الولد الأزلي لله، هو بنفسه الكلمة اللي خلق الله بيها العالم، وهو الصوت نفسه اللي دار به الرعد فوق الجبل ديال سيناء، وهو الصوت اللي كيتسمع دابا فاش كيبكي هاد الطفل الصغير. فين تولد المخلص؟ ماشي في شي قصر ديال شي ملك، وماشي في شي سبيطار، وحتى ماشي في شي اوتيل، ولكن الملك اللي جا من السماء تولد في نفس البلاصه اللي كيتولد فيه الخرفان الصغار في واحد الكوري. وكان هذاك المدود هو السرير ديالو، كان كل هذا شي جزء من الخطة ديال الله. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. ولكن وش ما كانش في القدرة ديال الله باش يوجد واحد الحفلة كبيرة فاش يجي للأرض؟ لمن الله قال الخبر المجيء ديال المسيح في الاول؟ واش لشي امبراطور؟ واش لشي الاغنياء ومشاهير او للقادة الدينيين؟ لا، ولكن لشي رعاة فقراء اللي كانوا كيسرحوا الغنم ديالهم اللي كتقدم ذبائح لمذبح الهيكل في اورشليم. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مدود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فلما رأوه جاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المدود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. على قصة كان خاص الرعاة يهزوها ويخطوها الناس خرين، فالمخلص تولد وشفناه وقسناه، والملائكة قالت لنا باللي هو المسيح الرب، وعمرات السماء بمجموعة ديال الملائكة وكانت السماء مضوية بحال نهار حيت جاء المسيح. هو هنا دابا، هو هنا.
مع أن بعض الناس أمنوا برسالة ديال الرعاة فالأغلبية ما أمنوش. فصدقتي ولا ما صدقتيش، فالمالك اللي تولد ونهار الولادة ديالو قسم التاريخ ديال العالم لجوج أقسام، جاء للجنس البشري، ولما تم 8 أيام ليختنوا الصبية سمي يسوع، كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. من بعد ما تولد يسوع في ذاك الكوري، يوسف شاف واحد بلاصة مزيانة فين العائلة ديالو تقدر تعيش. واحد النهار وصلوا شي مجوسيين وهم شي رجال حكماء تخصصوا في دراسة النجوم، وصلوا لأورشليم. وقودهم واحد النجم خاص جاو من بلاد فارس اللي بعيدة بزاف كيقلبوا على الملك اللي تولد. وكان عند هاد المجوس سؤال واحد وهدف واحد، أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. وفاش سمع هيرودس الملك تطارب وخاف هو وكل أورشليم معه، وعيط على كل رؤساء ديال الكهنة والعلماء ديال الشرع وسولهم فين غادي تولد المسيح. فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. وبعدما انصرفوا إذا ملك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. حاول هيرودس باش يقتل الولد وتجهله الناس في أورشليم، ولكن المجوس العلماء قطعوا الصحراء سخونة بزاف باش يقلبوا عليه، وجاءوا سجدوا قدامه وعطاه الهدايا لكتليق بمقام ملك، الذهب، اللبان، والمسك الحر اللي ريحته زوين وغالي بزاف كي تستعمل تكفين الموتى. لكن علاش بالضبط المسك الحر؟ واش هاد العلماء كانوا كيعرفوا بلي المسيح تولد باش يموت؟ فمن بعد التحذير ديال الملاك خدع يوسف ومريم والولد ديالو يسوع وهربوا لمصر وعاشوا لاجئين حتى مات الملك هيرودس القاسي. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. وهكذا تحققت النبوءة القديمة اللي أعلنها الرب، ومن مصر دعوت ابني. على هاد الشي يرجع يوسف ومريم ويسوع للناصرة فين كبر يسوع مع خوته وخواتاته اللي هما ماشي شقاقه،
كان يسوع كيشبه الأطفال الآخرين بحالهم بزاف الحوايج، كان كياكل كينعس كيلعب كيقرأ وكيتعلم الحرفة، ولكن كان مختلف عليهم بزاف حوايج أخرى. ما كانش أناني، كان كيحترم وكيقدر باه أمه وما كانش كيكذب، وكان مرضي ديما عند باه السماوي. قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة. كان يسوع باقي هو طفل كامل وحيد في التاريخ. الكمال ما كيعنيش أنه ما عمرو تجرح في الركبة دياله أو أنه ما عمرو تجرح في أي جهة أخرى، ولكن المقصود هنا هو أنه كيملك طبيعة كاملة، فهو كان قدوس وصالح ديما، فحتى أنه كامل القدرة والحكمة. ولكن قبل ما كان في الكرش ديال مو، فرض على نفسه حدود معينة باش يعيش إنسان بحال الناس. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. فاش كان يسوع عنده 12 عام، سافر والديه من ناصرة لأورشليم باش يحتفلوا بالعيد الكبير. في الوقت اللي كانوا أصحابه كيكتشفوا المدينة الكبيرة، بقى يسوع الأسبوع كله مع المعلمين في أورشليم في الساحة ديال الهيكل، كيستمع ليهم وكيطرح الأسئلة عليهم. وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. كان الهيكل هو بلاصة اللي كتحرق فيه الخرفان على المذبح على الخطايا ديال الشعب، وفهم الولد الصغير يسوع هاد الشي اللي العقادة الدينيين ما قدروش يفهمه، فهو جاء باش يقدم الحمل الأخير. ثلاثين سنة دازت على الولادة المسيح في بيت لحم، ومات أغسطس قيصر، وكان ولده بالتبني كيباريوس قيصر كيحكم الإمبراطورية الرومانية في هذا الوقت، وكان هيرودوس أنتيباس حاكم على الجليل، وبيلاطس البنطي حاكم على اليهودية، وكان واحد نبي جديد كيكرز في فلسطين. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله، فإنه هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. واخا انه كانوا بزاف ديال الناس في الوقت ديالو كيلبسوا الحرير رطب كياكلوا احسن ماكله، كان يوحنا كيعيش الحياه بسيطه، فكان جا في واحد مهمه. يوحنا جا باش يوجد الطريق لقدام الملك. قبل مئات السنين كتبوا جوج ديال الانبياء اللي هما اشعياء وملاخي، على واحد النبي اللي غيجي في المستقبل اللي غادي يعلن المجيء ديال المسيح الملك، وكان يوحنا هو هذا النبي. وواخا تنبؤوا بزاف ديال الانبياء على المخلص الموعود به غادي يجي الارض في الوقت المناسب، يوحنا قال باللي الوقت ها هو جا، باللي المخلص جا، وجاوا الناس للصحراء باش يسمعوا ليوحنا. وتعمدوا بزاف ديال الناس في نهر الأردن بعد ما اعترفوا باللي هما خطاط وكيحتاجوا المخلص. بهالطريقة علنوا الإيمان ديالهم بالمسيح اللي غادي يمسح لهم الخطايا ديالهم ويغطيهم بالعز دياله. يوحنا هدر مع الناس كل يوم وكل أسبوع على المخلص اللي كانوا كيتسناوا هذه مدة طويلة، وقال عليه: الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، وهو سيعمدكم بالروح القدس. واحد النهار جاء المخلص من فوق واحد التل وتمشى بين الناس، وجاء يوحنا البلاصة اللي هو فيها كان كيعمد. فيوحنا شير ليسوع وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ولكن علاش يوحنا عيط على يسوع بحمل الله خروف الله؟ إلا عرفتي السبب غادي تكون عرفتي المأمورية ديال الملك.
يسوع طلب من يوحنا باش يعمده، ويوحنا في الأول ما بغاش، حيث المسيح الملك اللي جالس نسمع هو ما كيحتاجش للتوبة. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. على هذا الشيء عمد يوحنا يسوع، وهكذا من بين يسوع خلال المعمودية دياله بين بلي هو كينتمي للجنس البشري اللي جاء باش يخلصه. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآثيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكما وقع في اليوم الأول ديال الخلق، بنت وحدة الله الجامعة. فوخى أن الله واحد، الكلمة دياله والروح دياله تشاركوا معاه في خلق العالم، ودابا غادي تخدم هاد الأقانيم الثلاثة باش تخلص العالم. ونشوفوا كيفاش أن الروح الله اللي كان في بداية الخليقة كيرفرف فوق الماء كيحل على يسوع، ونشوفوا ود الله وهو الكلمة اللي خلق بيها العالم كيطلع من الواد. وسمعنا صوت الله الآب كيتكلم من السماء. في 30 سنة اللي دازوا كان يسوع كيعيش كشخص ما معروف شو مجهول بعيد على العينين ديال الناس، ولكن باه السماوي كان كيراقب الأفكار دياله والكلمات دياله وأفعاله. فشنو كان الرأي ديال الله في حياة ولده؟ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. في تاريخ البشرية كان يسوع الشخص الوحيد اللي دار كل حاجة طلبها منه الله، كل شيء وفي كل وقت وعلى أكمل وجه. دار يسوع كل هادشي اللي ما قدرش آدم يديره، فهو عكس الصورة ديال الله، ولكن حتى دار شي حاجة أكثر من هادشي، فهو كان صورة الله. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. على هذا الشيء ماشي غريب اللي يسوع قال من بعد: أنا والآب واحد. يسوع هو الابن الكامل. ما كانش الشيطان فرحان باش هاد الرجل يعيش في المملكة دياله، وهكذا دار إبليس واحد المكيدة. فكيف ما هو وسوس للإنسان الأول باش يخطأ، هو بغى يحاول باش يخلي هاد الإنسان يسوع يخطأ. بغى الشيطان باش أنه يخلي يسوع يخضع ليه، بحال كيف ما دار مع آدم. إلا نجح باش يخلي ولد الله يخطأ، فولد الله ما غاديش يقدر يخلص الشعب دياله من الخطايا ديالهم. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تسير هذه الحجارة خبزا. ومع أن يسوع كان فيه الجوع فهو ما طاعش وما سمعش كلام إبليس، فهو ما غادي يدير حتى شي حاجة اللي كتخاف المشيئة ديال باه، وما استعملش القدرة دياله القوية باش يشبع الحاجات دياله البشرية. ولكي يقاوم الشيطان اقتبس من التوراة ديال موسى، مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وحيث أن الشيطان متكبر حاول يغوي يسوع القدوس مرة أخرى.
ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. فاشخطأ آدم، البشر خسروا الحق في الحكم ديال الأرض، والشيطان نجح باش أنه يسلب الإنسان السلطان ديالو على العالم، وخلى راسه هو ملك على العالم، وجا ملك ديال المجد للأرض باش يرجع هاد السلطان، ولكن ما غاديش يدير هاد الشي من خلال خضوع للشيطان، ولكن من خلال يسحقه. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وأخيرا الشيطان خلى يسوع من بعد ما جربه أكثر من أي شخص آخر، ولكن يسوع ما كانش باغي يخطأ، فهو ما قادرش يدير الخطية حيت هو مختلف على آدم والنسل دياله. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كان آدم الإنسان الأول كامل، وكان يسوع الإنسان الثاني الكامل. وفاش وسوس الشيطان آدم باش يخليه يخطأ، خسر آدم والشيطان ربح. ولكن فاش حاول الشيطان يغوي يسوع، خسر الشيطان وربح المسيح. الإنسان الأول دان معاه للمملكة ديال الشيطان، مملكة الخطية والموت، أما الإنسان الثاني جاء باش يحررنا. بعد ما الشيطان منجحش باش يخلي يسوع يخطأ، رجع يسوع للناصرة باش يكمل حياته وخدم كنجار، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. كان المجمع واحد بلاصة ديال الصلاة فين كتقرأ فيه الأسفار المقدسة وكتفسر كل سبت، وفي هذا السبت بالتحديد يسوع بغى يعلن شي حاجة. قام أي يسوع ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. كان المقطع اللي قراه يسوع نبوءة قديمة على المسيح الملك اللي غادي يعلن عليه الله للإنسان وينقذ الخطاة من السلطان ديال الشيطان والخطية والموت والجحيم. ثم طوى أي يسوع السفرة وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. كيفاش كان رد فعل جيران يسوع على الكلام اللي قال بلي هو المسيح اللي جاء من السماء باش يكمل النبوءات المكتوبة في الأسفار المقدسة؟ فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا ذلك، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجز في وسطهم ومضى. كان يسوع السلطان، فعلى عكس النسل ديال آدم اللي هو فاني وملوت بالخطية، كان المسيح الملك الممسوح من الله مسيطر على كل شيء. على هاد الشيء ما كان حتى شي واحد يقيسه إلا إلى سمح له، ولكن هو بغى يمس قلوبهم. إن واحداً من ألقاب يسوع المسيح في الأسفار النبوية هو ذراع الرب، وبينات المعجزات دياله باللي هو الذراع للرب في الأرض، فبلمسة واحدة من يده أو بكلمة واحدة من فمه كانوا المرضى كيبراو والموتى كيحياو.
فجاء إليه جموع كثيرة، معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. وبهذا الشيء تحققت كلمات الأنبياء: العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. ما كانش شي مرض لما قدرش عليه يسوع، فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح. ما كانش يسوع باغي باش الشياطين تشهد ليه. هاد الملائكة الشريرة شافت السلطان ديالو والقدرة ديالو من اللي خلق السماوات والأرض بكلمة منه. كانت الشياطين كترعد من الخوف فاش كتفكر في اليوم اللي خرجت فيه من السماء. وها هو يسوع كيعيش دابا على الأرض حيت هو إنسان، وعلى هذا كانت المملكة ديال رئيس الشيطان كتنهار. فالملك المجد غزا المملكة ديالهم، وفين ما مشى يسوع كان سلطان الشيطان كيضعاف، وفين ما مشى يسوع كانت اللعنة ديال الخطية كتراجع. وبلا المعجزات اللي كانت عند يسوع كانت عنده رسالة، فكان كيقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. يسوع اختار 12 راجل باش يرافقوه ويتعلموا منه، وكانت حتى بعض النساء اللي كيتبعوه وكيدعموه وكيعاونوه هو والتلاميذ ديالو بالماكلة والفلوس. كانت الدعوة ديال يسوع باش الناس اللي آمنوا بسيطة: اتبعني. ولكن في نفس الوقت الدعوة ديالو كانت مكلفة وغالية: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. فاش كان بزاف من التلاميذ ديالو صيادين ديال الحوت، غالبا ما كان يسوع كيدوز الوقت كامل حدا البحر ديال الجليل، وكانوا الناس كيجيو ليه من البلايص القريبه والبعيده. وابتدا يسوع ايضا يعلم عند البحر، فاجتمع اليه جمع كثير حتى انه دخل السفينه وجلس على البحر. وبعد يوم من التعليم قال يسوع لتلاميذه: لنعبر الى الضفه المقابله. وإذ كان في القارب أصلاً صرفوا الجموع وانطرقوا حالاً. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ ماءً. وكان هو في المؤخر على وسادة نائماً، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح، وقال للبحر: أسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما،
وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. فشكون هو هذا الرجل؟ قبل هذه الحادثة بألف سنة جاوب النبي داود على هذا السؤال: يتمايلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمتهم تبعت، فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. ولكن شكون هو هذا اللي كيهدأ العاصفة والأمواج بكلمة واحدة؟ فنفس الصوت اللي خلقها. واحد النهار جاو ربعة ديال الرجال حزين واحد الرجل مشلول للدار اللي كان كيسكن فيه يسوع. حاولوا هاد الرجال باش يدخلوا البيت، ولكن كان البيت فيه زحام بزاف بالناس، لذلك فقد صعدوا إلى السطح وأزالوا أجزاء من السقف ودلوا الرجل المشلول إلى وسط الغرفة أمام يسوع. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. كان يسوع كيعرف أن هاد الحاجة لهذا الرجل هي ماشي أنه يمشي من جديد، ولكن باش تغفر الخطايا دياله. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. كان العلماء ديال الدين عميين بسبب تدين ديالهم وكبريائهم، وكانوا كيفكروا في يسوع هكذا: يسوع أنت كتجدف وانت كتهين الله، حيت كتدعي باللي انت تقدر تغفر الخطايا، الله بوحده اللي يقدر يغفرها. وكان عندهم الحق، فاش قالوا باللي الله هو بوحده اللي يقدر يغفر الخطايا، ولكن هما خطأوا في الحوايج اللي استنتجوا على يسوع. دابا شكون هو يسوع في رأيك؟ واش كتذكر المعنى ديال اسمه؟ كيعني الرب يخلص. في واحد المدن الفلسطينية اللي كان يسوع كيعلم فيها، وصلوا الناس لهذه النتيجة: نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. كان يسوع كيملك سلطان على كل جزء من الخالقة، ومع هذا الشيء فهو ما كانش كيمشي في الشارع وكيقول: عبدوني أنا الله أنا الله، ولكن كانت كيدير الحوايج اللي ما يقدر يدير حتى شي واحد آخر من غير الله. ومن بعد بغى الناس يشوفوا بلي هو الله. من بعد جوج ديال القصص اللي غنشوفوا دابا، شكون هو يسوع في رأيك؟ في اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة
إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه يسوع إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجد الله. وفي واحد نهار آخر يسوع مشى باش يزور واحد الأختين حزينتين مرتا ومريم. فقبل 4 أيام مات خوهم لعازر. فقالت مرتا ليسوع يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. وجاء يسوع إلى القبر وكانت مغارة وقد وضع عليها حجر. قال يسوع ارفع الحجر. فقالت له مرثا أخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له 4 أيام. قال لها يسوع ألم أقول لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر. ثم صرخ يسوع بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجله مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب. يسوع هو الوحيد في التاريخ كله اللي يقدر يقول أنا هو القيامة والحياة. والأعمال ديالو بينات بلي الكلمات ديالو صحيحة. دارت بزاف ديال الجموع بيسوع وبعض المرات كانوا كيبقاو تما شي ايام وغالبا كانوا كيلقاو في البلايص المنعزله حيت كان كيدوز الوقت مع التلاميذ ديالو. وبعض المرات الناس كانوا كيجوعوا وهذا هو اللي وقع من بعد الظهر ديال واحد النهار فتجمع اكثر من 5000 شخص في واحد البلايص في الشرق من بحر الجليل. وعلى هذا سول يسوع واحد من التلاميذ ديالو اللي كيتسمى فيليبوس من أين نبتع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيليبوس لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000.
وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسرة الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. وفي اليوم من بعد جاوا بزاف ديال الناس كيقلبوا على يسوع باش يديروه ملك ديالهم، باش يخلصهم من المستعمر ديالهم الرومان، وباش يعطيهم بزاف ديال الماكلة. على هادشي قال لهم يسوع: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. الماكلة تقدر تخلي الجسد ديالك حية واحد شوية، ولكن رب يسوع بوحده اللي يقدر يعطيك حياة حقيقية دابا وإلى الأبد. يسوع بوحده اللي يقدر يقول: أنا هو خبز الحياة. لم يكن يسوع مثل المعلمين الدينيين القائلين أشياء مثل: افعلوا هذا ولا تفعلوا ذلك، اعملوا بهذه الشرائع، هذه هي الطريق. بل يسوع هو بوحده اللي يقدر يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة. كان يسوع مختلف على الأنبياء اللي كانوا قدموا الذبائح على الخطايا ديالهم وكتبوا على المسيح اللي غيجي. فيسوع قال: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. غالبا ما كان يسوع كيعلم تلاميذ ديالو كيف أنه خاص تلاميذ ديال ملكوت السماوات يعيشوا باش يعكسوا صفات ملك ديالهم والمجد ديالو. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وما تصليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا لكي يظهروا للناس. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت، فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. ما سبقش لشي واحد تكلم هكذا بحال معلم من السماء،
ما كانوش المعلمين دي الشريعة والكهنة فرحانين باش يشوفوا الناس كيسمعوا ليسوع. بغاوهم الناس يسمعوا ليهم صافي وماشي ليه هو. واحد النهار صفت رؤساء الكهنة حراس الهيكل باش يشدوا يسوع، ولكن هما ما تمكنوش باش يشدوه. وفاش رجعوا سولهم الكهنة وقالوا لماذا لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. حتى الأنبياء ما تكلموش بحال تكلم يسوع. كانوا الأنبياء بحال شموع كتضوي شوية في العالم المظلم، أما المسيح فكان شمس البر. شكون كيحتاج الشموع إلا كتشرق الشمس؟ قال يسوع أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يسوع هو الكلمة اللي قال في البدو ليكن نور، فهو المصدر الحقيقي ديال النور المادي والروحي. فاش قرب الوقت باش يكمل المسيح المأمورية ديالو دا معاه ثلاثة من تلامد، هما بطرس يعقوب ويوحنا، لواحد جبل عالي وتغيرت هيئته قدامهم. وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ضللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. منساوش تلاميذ داكشي اللي شافوه داك النهار. وفي وقت من بعد كتب رسول بطرس بل قد كنا معينين عظمته. وكتب رسول يوحنا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. في ذاك الوقت كان المجد ديال الولد مازال ما بينش ومخفي في الجسد البشري ديالو، ولكن الوقت وصل باش ينفذ الملك المأمورية ديالو. دار الرب يسوع ودار في كل فلسطين مدة 3 سنين يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. وخا أن الناس العاديين حبوه وبغاوه، فالرؤساء ديال الدين في أورشليم كانوا كيتأمروا باش يقتلوه، وكان يسوع عارف هادشي. وحين تمت الأيام لارتفاعه إلى السماء ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وكنت عارف أن بعض الأشرار في مدينة واحد بعيدة كيخطوا باش يشدوك ويعذبوك ويقتلوك، واش غادي تمشي لتما؟ هذا هو اللي دار يسوع. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ولكن التلاميذ ما كانوش كيتوقعوا ملك بحال هكذا، المسيح مصلوب. من الأكيد أن الله ما غاديش يسمح للمختار ديالو باش يتألم ويتدل بحال هكذا. على هادشي قال بطرس ليسوع حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. فالتفت يسوع وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، أنت معطرة لي، لأنك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. تلاميذ بغوا مسيح ومالك كيسحق المستعمرين الرومان ويدير حكومة جديدة في أورشليم. وفاش كانوا كيتمشاو كانوا كيتناقشوا على شكون اللي غادي يشد البلاصة والمكانة المخيرة في مملكة الله. لذلك قال يسوع لتلاميذه من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما،
كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبدل نفسه فدية عن كثيرين. ما جاش المسيح في المرة الأولى باش يهزم الممالك السياسية أو باش يحكم على عروش أرضية، ولكن جا باش يهزم الشيطان ويولي سيد على قلوب البشر. على هذا الشيء يسوع علم: ها ملكوت الله داخلكم. ولكن قبل ما يتمكن الملك السماوي باش يربح القلوب من بعد على أرض كاملة، خاص تدفع ثمن الخطية على كل العالم، وخاص الموت ينهزم. وكانت هذه هي المأمورية ديالو. كان كل شيء غادي على حساب الخطة، ومن اللي قرب الرب من أورشليم صفت جوج ديال التلاميذ في واحد المهمة، قال لهم: اذهب إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به، وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقول له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم، انتهر تلاميذك. وأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. هذا الملك من نوع آخر. المسيح الملك ما دخلش للمدينة بالأصوات ديال البوق وبشي جيش عظيم، وهو ما دخلش للمدينة على شي عود ديال الحرب، ولكن دخل على دحش ما قلش عليه حتى شي واحد من غيره قبل، يعني أنه ما عمره تضرب وما عمر ركله شي حد، وهو حيوان كيتميز بعلامة الصليب اللي واضحة على ظهره وكتافه. والأهم من هاد شي هو أن الدحش هو الحيوان الوحيد اللي كتنطبق عليه النبوءة اللي تنبأ بها النبي زكريا قبل 500 سنة: اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار، على جحش ابن أثان. ولكن علاش ما دخلش المسيح الملك لأورشليم وهو راكب على عود من عودان الحرب؟ حيث هو مجاش باش يخلص الناس من المستعمرين الرومانيين، ولكن جا باش يخلص الشعب دياله من الخطايا ديالهم. من بعد شي أيام قليلة من هاد الشي، يسوع علم الناس في نفس الهيكل اللي تعجبوا فيه بالأسئلة ديالو العميقة والأجوبة ديالو الحكيمة فاش كان ولد صغير. ولكن موقف القادة الدينيين كان مختلف هاد المرة: لا نريد أن هذا يملك علينا. على هذا بدأوا كيسولوا الأسئلة على يسوع باش يخليوا الناس يوليوا عديانه. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟
شنو كان خاص يسوع يقول؟ إلا قال ليهم آه أعطيه الجزية القيصر، غادي يتهموه اليهود بأنه ماشي وفي للقضية ديالهم. وإلا قال ليهم لا ما تعطيوش الضريبة، فالوالي الروماني غادي يسمع هاد الشي وغادي يشدو بتهمات الخيانة. فشعر يسوع بمكرهم وقال لهم لماذا تجربونني؟ أروني دينارا لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا لقيصر. فقال لهم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا. حاولوا جماعات مختلفة من المعلمين اليهود باش يشدوا عليه شي حاجة كل مرة، ولكن ديما كان كيجاوبهم جواب حكيم. ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله البتة. حشموا الرجال من ريوسهم وانسحبوا، وما بقاوش بغاو يتأمروا مع رؤساء الكهنة باش يعتقلوا يسوع ويعدموه. فتعماو هاد الكهنة اللي كانوا مسؤولين باش يقدموا الذبائح في المذبحة للهيكل، ما كانوش كيعرفوا باللي هاد الرجل اللي بغاو يقتلوه هو نفس الشخص اللي كتشير ليه ديك الذبائح. وهكذا كانت الخطة ديال الله السرية قريب باش تنفذ. كان الوقت العشية ديال عيد الذبيحة السنوية اللي معروفة بعيد الفصح، ففي النهار غادي تذبح الآلاف ديال الخرفان. واخا أن يسوع كان كيعرف بلي هو غادي يموت في اليوم اللي من بعد، فهو دوز ديك العشية مع التلاميذ ديالو وكلا معهم العشاء الاخر. وفوقت العشاء خدا يسوع الخبز وباركو وقطعو وعطاهم باش ياكلو، وعطاهم كأس حتى هي، وقال لهم بلي الخبز المقطع خاص يفكرهم بالجسد ديالو، وأن عصير العناب خاص يفكرهم بالدم ديالو المسفوك اللي غادي يكمل العهد الجديد باش يغفر الخطايا. وفي نص الليل يسوع ادى معه تلاميذ ديالو لواحد الجردة سميتها جتسيماني، وحيت هو كان عارف الأهوال اللي كتسناه مشى كيصلي لباه السماوي. وعلى غفلة جاو رجال الدين مع شي حراس مع السلاح ديالهم، وقال لهم يسوع كأنه على لست خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. يسوع خلى الرجال باش يقيدوه ويديوه للدار ديال رئيس الكهنة فين تجمعوا القادة اليهود، وتما شهدوا بزاف بشهادات مزورة ضد يسوع. وناد رئيس رجال الدين في الوسط وسول يسوع وقال أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب في السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ، وكان الخدام يلطمونه. وخا أن المحكمة اليهودة صدرت حكم الإعدام، فهي ما كانتش عندها الصلاحية باش تنفذ هذا الحكم. المحكمة الوحيدة اللي كان يمكن ليها تحكمها هي المحكمة الرومانية.
كان وقت الصباح ملي فاقوا الرؤساء درجال الدين والشيوخ الشعب وداو بيسوع من دار ديال رئيس درجال الدين في الشوارع ديال أورشليم القصر ديوالي بيلاطوس البنطي. وكان القادة الدينيون بغاو بيلاطوس ينفذ الحكم الإعدام على يسوع، وابتدأوا يشكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. وبعد استجواب يسوع قال بيلاطوس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل الشر لما كنا قد سلمناه إليك. ثم دخل بيلاطوس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، ولكن اليهود بدأوا يغوتوا: اصلبه اصلبه. وقال لهم للمرة الثالثة: أش من شر دار هذا الراجل؟ حيث أنا ما لقيت فيه حتى شي حاجة تخليه يستاهل الموت، أنا غادي نضربه ونخليه يمشي. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة. وكان بيلاطوس كيعرف بلي يسوع بريء، ولكن بسبب الخوف ديالو من القيادة ديال الدين والشعب حكم على يسوع بالموت. فبيلاطوس حكم على يسوع بأقصى عقوبة في القانون الروماني، الضرب من بعد الصلب. وكانوا المجرمين المتهمين كيتجلدوا بالسياط مركبين فيها طرفة من المعدن الماضي. وقبل تقريبا شي 700 سنة الرب حال واحد النبي إشعياء باش يكتب الكلمات التالية: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العاري والبصق. وكيقول لنا الإنجيل باللي شنو وقع من بعد جلد يسوع: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا ودفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. ما كانش العسكر كيعرف المعنى ديال تاج الشوك اللي غرسوه في راس يسوع. الشوك كان جزء من اللعنة اللي تلعنت بها الأرض بسبب الخطية ديال آدم. على هاد الشي جا ملك المجد القدوس باش يهز لعنة الخطية اللي علينا. وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. العسكر داو يسوع مع مجرمين اللي محكوم عليهم، وكل واحد فيهم هز الصليب ديالو للبلاصة اللي كان غادي يتقام فيها لعقوبة الإعدام. وفي الطريق الجنود الرومان بزوا على واحد الراجل من شمال إفريقيا باش يهز الصليب ديال يسوع، وكملوا الطريق من شوارع ديال أورشليم المزدحمة حتى خرجوا خارج أسوار أورشليم وصعدوا لذاك الجبل اللي كيتسمى جلجوتا في الجزء الشمالي من جبل موريا اللي وقف عليه النبي إبراهيم قبل نوحه 1900 سنة وقال: الله يرى له الخروف للمحرقة يبني.
كان الوقت ديال الموت هذاك الخروف وصل. الصلب هو أقصى عقوبة وأبشع وسيلة إعدام اخترعها الإنسان. وباش يزيدوا العار للآلام ديال الصليب، كان جنود الرومان كيحيدوا الحوايج ديال المجرمين قبل ما يسمروا يديهم ورجليهم بمسامر على الصليب أو على الشجرة. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. كون خلص يسوع نفسه ما كانش غادي يكون نجانا احنا. ولكن الناس في ذاك الوقت ما كانوش كيعرفوا بلي هما كيخدموا باش يكملوا داكشي اللي تنبأ به الرب به على لسان نبي داود: ثقبوا يدي ورجلي وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، كل الذين يروونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. وهكذا تحققت الخطة ديال الله باش ينقذ البشر بكل تفاصيل ديالها الدقيقة، على نفس الجبل اللي قال عليه نبي إبراهيم: الله يرى له الخروف ويهوى يرى، أي الرب يدبر. دبر الله خروف خاص اللي هو يسوع. واش كتفكر كيفاش دار إبراهيم الكبش البريء على الحطب فوق المذبح فداء على ولده المدان والمحكوم؟ ودابا تعطى الولد اللي ما فيهش الخطية فوق صليب من خشب باش يفدي النسل ديال إبراهيم المحكوم. واخا الله نجى إبراهيم، الله ما عش فينا الولد دياله، ولكن وهبوا على ودنا كاملين، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. هذه هي القيمة ديالك عند الله. باش ينفذ الرب يسوع هذه الخطة الإنقاذ الإلهية، كان لابد أنه يحس بالعار والدل ناتج عن الخطية، فهو تلعن على قبلنا وتحمل العقاب اللي كان استحقوه احنا. في النهار اللي كسر فيه آدم الشرع ديال الله، أعلن الله أن المسيح غادي يسحق رأس الفعاء في واحد النهار. وقال الله للحية اللي هي الشيطان: هو أي المخلص يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كانت هذه النبوءة القديمة واللي كانت غامضة كيفاش غادي يسحق الشيطان عقب ديال المخلص، كتشير للعار والألم اللي غادي يختبرهم الخروف ديال الله فوق صليب، حيث مجروح لأجل معاصينا. ولكن هذوك اللي صلبوه ما كانوش كيعرفوا الخطة الله اللي ما عرفها حتى شي واحد حتى من رؤساء ديال هالدنيا، حيت كون عرفوه كون ما صلبوش رب المجد، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وتوضع صليب يسوع بين المجرمين
وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهاره قائلا: أولا أنت تخاف الله؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كان المجرم الأول بغي غير ينجي راسه من العذاب الجسدي، فهو ما كانش كيفكر باللي هو محتاج المخلص يموت على قبله. فالمجرم الثاني أهان يسوع، ولكن فاش قرب يموت تغير قلبه وطلب الرب يسوع باش ينقذه من مملكة الشيطان. فهو بغى يكون مواطن في مملكة الله، إلى الله والملك قبل بهذا الشيء. وهو يجاوب يسوع وقال ليه: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. ومن بعد من العصر ديال ذاك النهار ماتوا هاد المجرمين بجوج، ولكن واحد منهم مشى لجهنم والآخر مشى للجنة. فشنو اللي صنع ودار هاد الفرق؟ الأول ما تاقش بالمخلص الملك، ولكن الثاني فهو تاق فيه. كان الوقت ديال الظهر، وداز ثلاثة ديال السوايع على الصلب ديال يسوع. فسمع مرات بغيوم كحلة، وجاء ظلام على الأرض. اللي كانوا حاضرين خافوا بزاف وتفرقوا، ولا السكات كيخلع في ديك التلة. من بعد ثلاثة السوايع غوت يسوع بواحد الصوت مجهد وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ على المذبح ديال الصليب حس ولد الله الأزلي بالصعوبة ديال الانفصال على الله في السماء. وفي ديك السوايع المظلمة اللي مخفية على عيون البشر، خدا الله كل الخطايا ديالنا ودارها على ولده القدوس. وهكذا ولا يسوع ذبيحة الخطية الأخرى. وحيت الخطايا العالم اللي دازت واللي كاينة دابا واللي غتجي تدارت على يسوع، كان ولا بد أن الله في السماء ما يشوفش حيت عينيه أطهر من أن تنظر الشر. وفي ديك ثلاثة السوايع نزل غضب الله على الخطية وعلى الذبيحة ديالو الخاصة، أي على يسوع. وكيف ما كان كيوقع على الخروف اللي كيدار فوق المذبح، بقى الخروف ديال الله معلق على الصليب بين السماء والأرض، بين الله والإنسان. وتحمل يسوع القدوس الجحيم ديالنا في الوقت اللي خاص باش حنا ما نتحملوش هاد العذاب في الأبدية. وهكذا كملات المأمورية. فيسوع عرف بلي هو تحمل العقاب اللي كيستحقوه الخطاة، وأنه كمل النبوءات ديال العهد القديم. وتم قال: قد أكمل. ونكس رأسه وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. بقات الخرفان كتذبح وكتحرق على المذبح لمئات السنين، ولكن فاش مات يسوع شق الله الحجاب اللي كان كيغطي البيت اللي كان الدم كيترش فيه كل عام لتكفير على الخطايا. ومن خلال شق الحجاب الهيكل أعلن الله: قد أكمل. وتدفعات أجرة الخطية بالتمام، حيث خروف ديال الله تسفك دمه الطاهر على خطايا العالم.
من دابا فصاعدا ما غاديش نقبل حتى شي ذبيحة حيوانية للتكفير على الخطايا، حيث ولدي الحبيب هو الذبيحة الأخرى، وكل اللي آمن به غادي يلقى باب السماء مفتوح ليه. قبل تقريبا 700 سنة كتب النبي إشعياء على يسوع، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. قد أكمل. مات يسوع الناصري، وباش يتأكد الجنود باللي هو مات طعنوا واحد منهم في الجنب دياله وخرج الماء والدم. بالموت ديال يسوع مات رجاء التلامذ دياله حتى هما، فهما كانوا كيظنوا باللي هما غادي يغلبوا الرومان ويأسسوا المملكة ديالو على الأرض، ولكن دابا مازال ما فهموش الوعد ديالو باللي هو غادي يقوم في اليوم الثالث. كانت الجثث ديال اللي كيتعدموا عاده كيلوحوها في واحد البلاصه اللي فيها كتلاح فيها الازبال خارج المدينه، او لا كتدفن في قبر جماعي، ولكن هذا الشيء ما وقعش لجسد المسيح. فقبل 700 سنه تقريبا كتب النبي اشعياء: وجعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته. هكذا كانت الخطة ديال الله كتقول باللي باش خاصو تدفن ولده في قبر كيليق به. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. قبل الموت ديال يسوع كان يوسف الرامي وصاحبه نيقوديموس تلامذ ديال يسوع المسيح في السر، حيث كانوا كيخافوا من القادة ديال الدين، ولكن من بعد ما شافوا يسوع كيتألم على الصليب ما بقاوش خايفين. على هذا خضوا الجسد ديال يسوع وغسلوه ولواه بالرباط من كتان مع شي 530 كيلو تقريبا من المسك الحر، وهو نفس النوع ديال المسك الغالي اللي عطوه المجوس للطفل يسوع، وداروا الجسد ديال يسوع في القبر الجديد اللي كان ليوسف. وبعد ما داروا واحد الحجرة كبيرة على باب القبر كل شي مشى لداره، وهكذا كان الدفن كيليق بملك. وفي الغد ليه جمعوا الرؤساء درجال الدين والفريسيين عند بيلاطس وقالوا له: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. وقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. في هذا الوقت شنو كان كيوقع للجسد ديال يسوع في القبر؟ لا شيء. من نهار اللي خطأ فيه آدم انتشر الموت بحال ملك مستبد على الجنس البشري كله، وكون كان يسوع دار شي خطية كون كان الموت خلى الجسد ديالو يتحلل ويتعفن ويرجع للتراب. ولكن قبل من 1000 سنة النبي داود كتب: لن تدع تقيك يرى فسادا. وهكذا ما كانش الموت ولا القبر حتى شي سلطان على يسوع اللي ما دار حتى شي خطية. في اليوم الثالث من بعد ما تعدم يسوع وتدفن مشاو جوج عيالات في الصباح بكري للقبر باش يزوروه ويقدموا ليه الاحترام. وعلى غفلة تزلزلات الأرض
ونزل ملاك من السماء وحرك الحجرة الكبيرة وجلس فوقها. وفي ديك الساعة سخفوا الحراس، ولكن الملاك قال العيالات: لا تخفا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهب سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، راكدتين لتخبر تلاميذه بما قاله الملاك. وفاش هما مشاو باش يقولوا التلاميذ، فيسوع جال عندهم وقال لهم: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له. في هذا الوقت مشى الحراس للمدينة وخبروا القيادة ديال الدين بشنو وقع، وتجمعوا رجال الدين والشيوخ وتشاوروا في هذا الشيء، ورشاو العسكر بفلوس كثيرة وقالوا لهم: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. ولكن الكذوب ديالهم منجحوش باش يخبيوا الحقيقة، حيث كان القبر خاوي، وحيث يسوع دفع الثمن ديال الخطايا ديالنا. وفاش تدفن يسوع مشى للحفرة ديال الموت والتحلل، وفاش تبعت من جديد غلب الموت. وهو كيقول دابا: لا تخاف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. فالكل هادوك اللي كيأمنوا بهذا الخبر صار الموت غادي يكون غير واحد بوابة كيدي للحضرة الملك اللي قال: إني أنا حي فأنتم ستحيون. في اليوم اللي اتبعت فيه يسوع من الموت بان البزاف د التلامد، اولا لدوك الجوج عيالات، ومن بعد البطرس، ومن بعد الجوج تلاميذ ديال العمواس. واذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم الى قريه بعيده عن اورشليم 60 غلوه عمواس، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ وجاوبوه: كيفاش كانوا كيترجاو باش يكون يسوع الناصري هو المسيح اللي كان غادي يغلب الأعداء، ولكن هو تصلب ودابا ولا القبر ديالو خاوي، وعلى هذا كل حاجة فقدت المعنى ديالها. فقال لهما يسوع: أيها الغبيان والبطيئ القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد،
فألزماه قائلين: امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فهاد الساعة هاد الرجال بجوج زربوا باش يرجعوا لأورشليم باش يقولوا التلامذ ديالو أن الرب حي، وبلي هو المخلص اللي وعدات به الأسفار المقدسة، وبلي هو الخروف اللي كانت كتشير له كل الذبائح، فهو الرب. وأخيرا ولات رسالة الأنبياء عندها مغزى، بل مغزى زوين بزاف. نهار الحد في العشية كانوا تلامذ مجتمعين كلهم والبيبان مسدودة، وعلى غفلة بان يسوع في البيت وقال: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ولكن واحدا من التلاميذ الاثني عشر وهو توما لم يكن حاضرا في ذلك المساء، لذلك فقد سمع التلاميذ يقولون لاحقا: لقد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أطر المسامير وأضع إصبعي في أطر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. خلال مدة ديال 40 يوم كان الرب كيبان للأتباع ديالو وكيهضر معهم، ومن بعد كيختفي. وكان جسد ديال يسوع اللي تبعت من الأموات قادر باش يخترق الحيوت وينتقل من بلاصة لبلاصة أخرى في غمضة عين. وخا أنه كان أول واحد حصل على جسد بحال هكذا، فهو ماشي الأخر. وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي، فإنه إذا الموت بإنسان فبإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع. واش كدرك بلي أنت خاطئ ولا حول لك ولا قوة؟ واش كتعرف بلي ما عندكش أي حق باش تكون في ملكوت الله؟ واش كتآمن بلي رب يسوع المسيح مات من أجلك باش يغفر ليك الخطايا ديالك، وبلي هو رجع للحياة غلب الموت من أجلك أنت؟ إلا كنت كتآمن بهذا الشيء، فالله كيقول ليك بلي أنت ما بقيتيش في آدم، والله كيشوفك شخص بار في المسيح. وشي نهار غادي يكون حتى أنت عندك جسد ممجد بحال جسد يسوع اللي قام الأموات، ولكن ما فيهش الآثار ديال المسامر. يسوع رجع السلطان اللي فقدو آدم قدام الشيطان، وبين من خلال السلطان ديالو على إبليس والشياطين والريح والأمواج والأمراض والجوع والخطية والموت، باللي هو صاحب كل سلطان. حتى فاش اعتقلوه القياد الدين والعسكر وعذبوه وصلبوه، كان هو اللي سمح ليهم باش يديروا هاد الشي. على هاد الشي قال الرب يسوع قبل ما يطلع البيت باه السماوي: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
وقال التلامذ ديالو: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. من بعد 40 يوم من قيامة ديالو، جمع يسوع التلامذ ديالو في جبل الزيتون خارج أورشليم، وبغاو يعرفوا التلامذ فوقاش غادي يرجع. وجابهم يسوع: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما هم كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم. ديك الساعة وصل الوقت باش أن في السماء يتكلل الملك بالمجد والكرامة. الروعة ديال هاد الشي، الألوان، الموسيقى والتشويق. كان الملايين ديال الملائكة كيخاطبوا بعضهم بعض وكيقولوا: الملك راجع للدار. ولكن دابا كيبان مختلف، هذاك اللي خلق الإنسان على صورة الله غادي يهز صورة الإنسان لأبد الآبدين. ومن بعد غادي يكون صمت في المدينة السماوية، وعلى غفلة هذاك السكات كيهرسوا الصوت ديال الجوقة ديال البواق، وكيتبعوا الصوت كيقول: ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. من هو ملك المجد؟ رب الجنود، هو ملك المجد. في ديك الساعة تفتحات البيبان كاملة، وتسمع صوت ديال التصفاق في السماء، وكيدخل البطل الخروف ولد الإنسان اللي كيهز الأطار ديال المعركة، يسوع. وهو كيتمشى بين الجموع للعرش ديال باه السماوي، ومن بعد كيدور وشاف الجنس ديال آدم المفدي وجلس، فحيت كملات المأمورية ديالو. ومن بعد كيرنموا المواطنين ديال السماء هاد الترنيمة الجديدة لملكهم الحبيب: مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ومن بعد كتجي النوبة ديال الملائكة اللي دايرين بالعرش كيسبحوا كيقولوا: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القوة والكرامة والمجد. وخاصة عرفوا بلي غالبية الناس على أرضنا اليوم مازالين أسرى في المملكة ديال إبليس المحكوم عليهم بالحساب، حيت هي مملكة خطية وموت، ولكن الحرية موجودة حيت الرب يسوع انتصر في المعركة الفاصلة في الموت دياله والدفن والقيامة دياله.
وهو كيقول لكاع اللي كيامنوا بيه: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، في بيت ابي منازل كثيره، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. واحد النهار غادي كل العالم غارق في الاعمال ديالو الروتينيه والديانات ديالو الباطله. ديك الساعه غادي يرجع ملك المجد للارض، ولكن هو ما غاديش يجي على شي دحش رخيص، وما غاديش يضحك عليه حتى شي واحد، وما غاديش يتحط عليه تاج الشو. اعطى الملك المقام الموت الرسول يوحنا نظر على ذاك اليوم المستقبلي. ثم رايت السماء مفتوحه، واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد التي في السماء كانوا يتبعينه على خيل أبيض، لابسين بزا أبيض ونقي، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. فاش غادي يرجع الملك؟ غادي يكون واحد الصوت خارج من السماء: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. غادي يدوبوا الأعداء ديال الملك قدامه. ديك الساعة غادي يحبس الملك الشيطان ويبين للعالم جوهر الحكم العادل، وغادي تكون هذيك هي اللحظات الأخرى على الأرض، ويكون الرب ملكا على كل الأرض. وفي ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. وفي يوم الدينونة غادي يكون الرب هو القاضي. وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات أي عشرات الألوف وقوف قدامه. فجلس الدين وفتحت الأصفار. غادي تلاح الشيطان والمملكة ديالو المظلمة في بحيرة النار والكبريت، وفي النهاية غادي تسحق رأس اللفعة للأبد. أما المواطنين ديال مملكة النور، فالله غادي يصنع لهم سماء جديدة وأرضا جديدة، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. أخيرا غادي تسمع صلاة ديال كاع هذوك اللي كيحبوا الملك ديالهم: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. واش هذه هي صلاتك؟ واش سجدتي الملك المجد؟
واش هو ملك ديالك؟ الله كم أنت عظيم.